الكنسة اللي هي على الارض ديت او الهبوة ده هي تفندم والترابة بمعنى اصح ديت ده بترجع اعادة تصنيعها تاني من جديد في اول مرحلة حضرتك هتشوفها دلوقتي وترجع تبقى مبروم تاني اللي هو بنستخدمه فتلة في القسم الغزلي وبعد كده يعاد انتاجه تشغيله على كونة ويصبح منتج معدل البيع.